يربح المسلمين. النقطة الأولى لما قلت أنها حقيقة هذه الأولى للمسلمين، مش عارف لو كان كبير كريم يستحملنا بعض الناس، لا في اسم كريم مش عارف وجهة نظر. روى الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص، أنا في كل عقد يعني أتشرف إن أنا أكون مع إخواني، لكن أسأل السؤال ودائما أقول 50 أنا لا بشوف. ما هو السؤال؟ من حديث عمرو بن العاص جلس في جوار رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص أهل مصر وما حوله من افريقيا وغير افريقيا يبعثون يوم القيامه في ميزان حسنات عمل بن العاص متى فتح مصر؟ أعلى من أمك الشمس.
شفاعة رومانسية حقة اتعلمها من النبي محمد، اتعلمها من الشريعة. الزواج زي ما احنا قلنا ثلاث ألفاظ، بس نرجع لأم عائشة. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قالت عائشة. تقدر تقول كده؟ إن شاء الله حضرنا كده، أعملها إن شاء الله. صليتم على النبي محمد. نقول السؤال اللي بعد 75. جميل أفكار الفرد، بس مش للشيء. أوعى تقول للشيء تستغفر الله على نفسك. 75. قالوا يا رسول الله خلاص عرفنا من السيدات. طب ومن النساء؟ تقدر تقول لو واحد سألك أكثر واحد بحبه في حياتي، في حياتي حماية؟ وجهز لك حياتك الملك. الكل سمعت وقت
هؤلاء الآية الثانية أسأل الله أن يحفظنا منها، قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صار في الكلام وضع لنا شروط قيمة نقبل عليها إذا اتخذناها لنا لعالم وفراشا وسكنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة كنت حمقى لأربع لكام لأربع: أولا لجمالها شكلها، ولمالها ثلاث حسبها، رقم أربعة دينها. ما ترك دينها والله ما ترك ما ترك لما قال الوصف والزاد دين كلمة يداك هذا في حق المرأة أي خسرت. نعم، لأن صاحبة الدين تتقلب معك على مراد الله. إن كنت في نعمة شكرت، وإن كنت في ضيق صبرت، والصابر والشاكر رضي الله عنه في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق دين الزوج: هم حكيم، سيبك شفاري ومعدين، اختار لبنتك أو لأختك من تحقق فيه الشرطان ما هما؟ ذكرهما النبي محمد فقال: إذا جاءكم من ترضون نمبر 1 معروف صديق نمبر 1 واحد رقم واحد دينك وخلقك. الذهاب شغال اي شغال الذهاب شغال في فعل الذهاب عارف ليه؟ يجاوب بحسب الوصف. يا امام ازوج جنتي لمن؟ لمن؟ قال زوجها لزوجي او لتقيها إن أحبها أكرمها أكرمها. طب وإن بغضها أو كرهها يعمل إيه؟ يعملها إيه؟ لا يزيدها ما زيدهاش. أحيانا الزواج مبني على ورد دين ورد دين الورد الأولى وسط الرحمة، والورد الثاني والورد الأولى المودة، والورد الثانية المودة. Thank you.
الحمد لله.